سيارة اللوحات بتتم بعدة طرق، أربع طرق. حأشرح اليوم أشهر تنتين، طريقة السبوت لايت العادي ونشوف البعد مناسب، وطريقة الول ووشر. نبدأ بالول ووشر اللي هو بيكون بيعطيني إرارة متساوية على الحيط. فإذا ركبت الول ووشر اللي هو جهاز خاص بنور الحيط بالتساوي، كيف بنركبهم هدول؟ شو القاعدة الأساسية؟ البعد عن الجدار بيكون ثلث ارتفاع الجدار، يعني إذا هذا 3 أمتار هذا بيكون متر، والتباعد بين الأجهزة المسافة دي بتكون متر وعشرين، 1.2 من إيه، يعني إذا عندي أنا حيط 3 أمتار برجع متر لورا، وبين هذا والثاني متر وعشرين، هذا الحد الأعلى فيني أقربهم ما في مشكلة، وبعد نفس المسافة عن الجدران الجانبية فبيتنور كامل الحيط. فإذا عندي لوحات ما لها تشكيل معين كلها حتتنور، أو عندي لوحة كبيرة. طريقة السبوت لايت لإنارة اللوحات، لازم بعد سبوت لايت حتى تصير زاوية الميلان بين السبوت لايت ومنتصف اللوحة بزاوية 30 درجة. حتى سهل عليكم، حطيت جداول سابقة وحطيت فيها عدة خيارات، بس خلينا ناخذ الحالة الأكثر استخداما. سقف ارتفاعه 3 أمتار، ممكن سبوت لايت يكون بعيدة 80 سنتي إذا كان بمنتصف اللوحة. ليش هي الزاوية؟ زاوية الصور ليش؟ لأنه لو كانت قريبة حتجي على الحيط ما حتجي على اللوحة، وبعدين لو كانت بعيدة حيعطيني انعكاس مزعج، والظل تبع الشخص لما يوقف حتطلع وحيكون مزعج للشخص، بينما أفضل حالة هي الزاوية 30. لاحظوا هي، هذا سبوت لايت بعيد أعطاني إنارة مزعجة، أعطاني انعكاس غير ظاهر. هلا عم صور، وبعدين لما اشوفه بالطرف هذا حيكون مزعج، لكن لما احطه بزاويه 30 نور اللوحه بطريقه جميله بدون اي ازعاج، حتى لما اوقف قريب منه ما في اي ظلال، ما في اي مشاكل. فهذا السبب. فلاحظوا شلون الاناره بتكون مناسبه وحلوه على اللوحات، سواء سبوت لايت كان مستطيل، دائري، حتى لو كان غير ظاهر، نفس الحاله بتكون بالطريقه هي. فاناره اللوحات فن، فلازم نختار الحالة الأفضل لإنارة اللوحات، بحيث أن الزاوية 30 بتنور لي اللوحة بأفضل طريقة وأكثر جمالية. ممكن أحياناً أقرب شوي بس تطلع بقعة ضوئية يعني غير مرغوب فيها، لكن لما بعد بالبعد المثالي تطلع اللوحة بطريقة كتير جميلة.